في كتير من الدايتس مثل الديتوكس دايت بيجبروا الأشخاص ياخدوا أنواع من البيلز أو اللاكساتيفز أو خلطات سحرية. بليز ما حدا ياخد باودرز وبيلز منهم مصرحين من الـ FDA، لأنه كل هاي دولة بيسببولنا مشاكل صحية، بيسببولنا دقات قلب سريعة وبيخفضولنا من الميتابوليزم تبعنا. لذلك ما نركز على هاي دول الأنواع أكثر من أنه نركز شو نوع الدايت اللي نحنا بدنا نعمله وشو نوع الرياضة اللي بدنا نعملها حتى نخسر الوزن.